GFX Academy. اللسو طول. اللسو طول بتيجي من شريط أدوات، ودي علامتها بتلاقي العلامة دي والاختصار بتاعها من الكيبورد L. من الكيبورد لما بضغط L بيظهر لي علامة زي كده، علامة زي بيكون حبل كده مربوط. ده بيديني خاصية ان انا اقدر احدد على الاشكال زي اللي في الفوتوشوب بالظبط، واقدر اقطعها وكل حاجة. طيب انا لو جيت كده وجيت حددت على اي حتة مفيش قطع، ليه؟ لان انا قافل اللاير. طب تعالى افتح اللاير معايا، اللي من الكيبورد، وباجي بحدد على الحتة دي مثلا. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة. ليه؟ لان في الحالة دي ما ينفعش اقطع من على image او بيت ماب. اوكي، انا عملت import to stage لصورة عادية، وده البطل العالمي المعروف في البودي بيلدينج فيليكس ويلر. ما ينفعش احط الصورة كده واقطع منها على طول، لازم احولها لفيكتور او لازم احولها لشيب. وبحولها ازاي؟ قلنا من موديفاي وبريك ابارت او كنترول بي كده بقت ايه؟ شيب. ممكن لو حطيت الحتة دي اقطعها خالص. اوكي، ممكن لو كده اعرف انها كده بقت شيب على طول. ارجع تاني واقول هات اللصو من ال L او من دي، واقول لما بيجي بختار على اي حاجة من هنا طبعا بيجيب لي الادوات بتاعتها هنا. فهنا يظهر لي 3 حاجات، الماجيك واند، وعندي الماجيك واند سيتنجز، وعندي البوليجون مود. طيب خلينا بقى في الماجيك واند. لما اجي اختارها تعال شوف ايه السيتنجز بتاعتها دي. لما بضغط عليها بيظهر لي حاجه زي كده، جيب لي اختيارين، قول لي انت عايز الحواف بتاعتها عامله ازاي، درجه الحديه بتاعتها. بقول له مثلا 50، وبقول له السموزنج اديني سموز ليها تنعيم، وانا بختار يبقى فيه تنعيم شويه، ما تبقاش حاده. هتفهم كلها دلوقتي. تعالى هدي الماجيك واند، وتعالى مثلا نختار التيشيرت. مش جايبه، او الستاره اللي ورا دي مش جايبها برضو. هات مثلا دراعه، مش جايبه، هو المفروض بياخد نفس الطبقة. طب تعالى نخلي السيتنجز هنا مثلا 10، هنا كويس. هو انا هنا جايب لي الطبقات اهي، ممكن اخلي السيتنجز بتاعتها مثلا في النص 25، وهات لي الستارة جايب لي معاها الايد. لا خليني اقل من كده، خليني 20، وهات لي ستارة، جايب الستارة لوحدها بالطريقة دي. يبقى انت عرفت دلوقتي السيتنجز بتتظبط ازاي وعشان ايه. بتظبط عشان الخمسين والعشرين والكلام ده كله بيديني الدرجات او تدرج اللوني بتاع اللي هو هيختاره، اللي هيقع عليه الاختيار بيجيب لي تدرج اللوني بتاعه من خلال الارقام دي. ممكن اضغط شيفت واقول له هدي كمان، وهدي وهدي وهدي. اوكي، يبقى هنا عندي ستارة كاملة. ممكن بالاختيار كده خلاص انا عملت كده، وراح جاي ساحب ده كله ومغير الخلفية زي الفوتوشوب بالظبط. ممكن اقص الراجل ده خالص من هنا واحط له خلفية زي ما انا عايز. اوكي، يبقى كنترول زد ونرجع تاني كلها على بعضها. ممكن كمان من خلال اللسو تول بقول له البوليجون مود، تعال شوف البوليجون مود ده ايه. شيل دي خالص. البوليجون مود دي زي الفوتوشوب بالظبط. انا عايز اختار الراجل ده، بروح دايس من خلال خلاص انت دوست مره فهو بيعمل لك الخط ده. انا خلاص بحرك الماوس بس من غير ما ادوس على اي حاجه. هنا من خلال الكليكات بتاعتك هيختار. يبقى هنا هنا اوكي، واوتوماتيك بيحاول يظبط حاله على
الشكل اللي انت بتختاره. شغال زي الفوتوشوب بالظبط. يمكن الفوتوشوب طبعا فيه باور اكبر من كده بكتير، بس هو الفلاش ده اللي انا عايزه من الفلاش، اللي انا اقدر اعمل اوبتمايز للشيب او اصغر مساحة الشيب بتاعي او مساحة الصور او مساحة ملف العمل بتاعي ككل يعني. هو ده المقصود منه، عايز اقصه هو بس. نحدد عليه اوكي، وانه لابس لي حلق القرعة من فوق. وبعدين دبل كليك، اطلع من المود بدبل كليك. يبقى انا دلوقتي زي ما انت شايف انا حددت على فيليكس ويلر، بس انا ممكن اشيله خالص طبعا، في حتة من الصلعة فوق طارت تمام، فانا يعني مفروض كنت اجيبها من الاول، بس يعني ما فيش مشكلة. ممكن كده كمان اشيل خالص دي، ممكن كمان لما اجي اصلح دي من الاريسر مود او الاستيكه بتاعتي، واروح جاي شايل بس مظبط بس ايه اللي احنا قلناها صلعة دماغه كده. اوكي، يبقى انا دلوقتي عملت حاجه زي كده، بشيل دي خالص مش عايزها، واروح جايبه في النص مساحه العمل بالظبط. اوكي، واروح جاي وراه، واروح جاي مثلا عامل لاير واعمل وراه اي حاجه، هشيل الشيب وهختار الدايرة أو الريكتانجل. أوكي، واختار ده مثلا اللون ده، وراح جاي راسم حاجة زي كده فيليكس ويلر تحت. أوكي، وأكتب مثلا وأغير الاسم وأقول له الحاج ده اسمه مين؟ فيليكس. انا عملت له دعاية فيليكس ويلر. اوكي، واكتب فوق خالص فري learnings.com. بصغر على قد 15 مثلا، واجي بقول له خليه دي في النص فوق شوية كده. يبقى دلوقتي عملت ايه؟ عملت اللي انا عايزه في الصورة. طبعا ممكن تعمل اللي انت عايزه في الحواف، ممكن تخلي دي تحولها مثلا، مش هقول لك ازاي لما يجي وقتها، لموفي، وتقدر تعمل لها جلو بالابيض. شوف انت الحواف حواف تيجي كده هاي، صغر دي شوية. تعالى نعمل تيست للموفي بكنترول انتر، بتلاقي حاجة زي كده. اوكي، يبقى احنا دلوقتي فهمنا يبقى اللاست تول بتعمل ايه، ده زي نظام الفوتوشوب بالظبط. لو انت شغال على الفوتوشوب، مش شغال على الفوتوشوب، انت خدت فكرة عن الأداة اللاسو الجميلة.